كما عودناكم دائما باخبار النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب عقد اجتماع مساء امس بمقر النادي بالجزيره عشان يناقش من خلاله العديد الحقيقه من الملفات المهمه على الصعيدين الانشائي والرياضي، واتخذ المجلس عده قرارات وهي التصديق على محضر جلسه مجلس الاداره السابق اللي عقدت بتاريخ 1 اكتوبر الجاري. كمان تم تكليف الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره بالاشراف على اعداد المقترحات وجداول الاعمال وايضا الكتيب، كل ده طبعا او كل دي امور خاصه بالجمعيه العموميه العاديه المقرر انعقادها يومي 27 و 28 نوفمبر القادم، واللي قام المجلس باستعراض جدول يعني جدول اعمالها بالفعل على ان يتم الاعلان عنها في الصحف الرسميه يوم 31 اكتوبر وفقا للائحه. كمان من ضمن القرارات تشكيل لجنه برئاسه المهندس محمد سراج الدين عضو المجلس وعضويه المدير التنفيذي والمستشار الهندسي للاشراف على انشاء الجراج بفرع النادي بمدينه نصر على مساحه 33,000 متر لخدمة الأعضاء. كمان من ضمن القرارات ترشيح حنان الزيني مسؤول اللوائح والتراخيص للحصول على أول دبلومة في المنازعات والعقود والتحكيم الرياضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم، أكيد بالتعاون مع المحكمة الرياضية. فيما هنا بقى كمان يا كريم يتعلق بفرع النادي في التجمع الخامس، استعرض المجلس الملف المقدم من المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي اللي اكد الانتهاء من 80% من البنيه التحتيه لكامل هنا مساحه الفرع البالغه 50 فدان، والمتوقع كمان الانتهاء من المرحله الاولى اللي بتبلغ 70% من الانشاءات الخاصه، ده هيكون في يوليو تحديدا 2021. بناء على الكلام ده قرر مجلس الاداره اصدار بطاقات عضويه مؤقته كمان بتمكن أعضاء فرع التجمع الخامس من دخول الأفرع المختلفة بتذاكر مخفضة بنسبة تخفيض هنا تصل ل 50% مع استمرار العمل بقرار المجلس السابق الخاص بالسماح لأبناء فرع التجمع بالاشتراك في الأكاديميات المختلفة، ده هيكون بنفس رسوم أعضاء النادي والسماح أيضا بدخولهم بالمجان مع دويهم بمجرد إبراز إيصال الاشتراك. أعتقد دي كلها يعني قرارات في منتهى الإنسانية خلينا نقول طبعا حاجة جميلة طبعا.